السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر العاصمة مشروع المقر الجديد للطائرة الإدارية للدار البيضاء، واللي هذا المشروع يقع في منطقة باب الزوار. إذا هذا هو المشروع، نشوفه في الصور واللي راح يعني تقرب يعني النهاية نتاع الإشغال به. والمؤسف أن المشروع هذا عنده ثلاث واجهات، يعني هو في جاي على ثلاث واجهات، لكن المشروع داروه عنده واجهة واحدة وهي الأرضية، تقع في يعني مثلث نتاع ثلاث واجهات، لكن يعني كي تشوف التصميم نتاعو عنده واجهة واحدة. هذا الشيء المؤسف، أن المفروض كان الشكل نتاع المشروع هذا كان يكون موازي مع الطريق، يعني الشكل نتاع الطريق، لكن للأسف دار بالطريقة هذه. نخليكم تابعوا نهاية الفيديو، والسلام عليكم.